ينتقل للشأن العربي والدولي. وقالت وكالة تاس الروسية إن السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم وحتى 23 من أكتوبر الجاري حسب ما ذكرت شبكة العربية. أيضا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتفويض جهاز أمن الدولة بتنظيم حماية النقل والعبور عبر جسر القرم. ويذكر أن لجنة التحقيق الروسية أعلنت عن وقوع 3 قتلى كحصيلة أولية نتيجة الانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا. وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، بينما نقلت وكالة تاس عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة. تفجير جسر كيرتش بالأمس ده أعتقد أنه تحول دراماتيكي لو ينفع أن أنا أقول كده في الحرب الروسية اليوكرانية، لأنه خليني أقول هو الانفجار حصل الصبح بدري تمام. وبعدين مع مرور الوقت طوال اليوم ابتدينا نلاقي حاجات، يعني مع احتفاء الأوكرانيين واللي بعته له بقى بتهنئته عيد ميلاده ويحطوا له للرئيس بوتين، كل ده ماشي، لكن ابتدى مثلا مواقف أخرى تجاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وابتدى تحديدا الاتحاد الأوروبي يسأم من مطالب أو يضجر من مطالباته. ابتدى في كلام كتير على التصرف الأوكراني، يعني في نفس الوقت الدومة لما أعلم ده حالة حرب خلاص. كانت الأول عملية عسكرية، دلوقتي أعلن حالة حرب. بص حضرتك، حالة الحرب هي فعلا حالة حرب فعلا. الحرب الروسية الأوكرانية، يعني خلينا ناخد الموقف المصري في هذا الشأن. الموقف المصري في هذا الشأن يعني، أو ده رأيي الشخصي أنا كمان، إن هو لا يعني لابد الاحتكام للقانون الدولي في مثل هذه الأمور. أنا أرى ضرورة وقف هذه الحرب في أسرع ما يكون، لأن الحرب في حد ذاتها نوع من أنواع الدمار والتخريب، والأسف الشديد اللي المتضرر الوحيد من هذه الحرب أو من أي حرب يعني هو الشعب نفسه. الشعوب هي اللي بتتضرر منها، وعمليات التنمية بتتأثر والآخر، وبالتالي إحنا ليه ما بنلجأش للقانون الدولي في مثل هذه الأمور. عشان كده أنا بطالب في، يعني بدون الدخول في تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية والكلام ده كله، أنا بطالب بحاجة مهمة أوي. لماذا لا نحتكم إلى القانون الدولي في مثل هذه الأمور؟ ودي وجهة، أعتقد أن دي وجهة النظر المصرية. يعني الدولة المصرية مش مع الحرب على فكرة، الدولة المصرية مع الشرعية، الدولة المصرية مع الاحتكام للقانون الدولي في مثل هذه الأمور. وبالتالي يعني بدون التفاصيل بقى الصغيرة، بقى خربوا جسر القرم مش عارف عملوا ايه التفاصيل الصغيرة اللي داخلة فيها الحرب، لا، لابد من وجهة نظر الشخصية وقف هذه الحرب اللي عادت بالوبال على، مش على الشعبين الأوكراني والروسي، لا ده على الأم، على العالم كله. وتأثير هذه الحرب نال، يعني شوف احنا قد ايه بعيد عنهم الالاف، ورغم ذلك احنا نلنا. طب وهي الحرب العالميه الثانيه قعدت قد ايه يا فندم؟ يعني انا بجيب القريبه، يعني ما قعدت، شوف قعدت قد سنين مظبوط. طيب قعدت سنين وهل القانون الدولي عمل حاجه ايامها؟ لا بص حضرتك، الظروف الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي غير الظروف اللي كانت الحرب العالميه الاولى او الثانيه فيها. احنا في 2022 حضرتك، موقف المكان مختلف والزمن مختلف والاشخاص مختلفين والفكر مختلف والثقافة مختلفة. لا، ما ينفعش أعمل مقارنة ما بين الحرب الروسية الأوكرانية وبين الحرب. احنا مفروض اللجوء للقانون الدولي أو المعاهدات الدولية في مثل هذه الأمور لوقف هذه المهزلة اللي آثرها طالت الدنيا كلها. وإحنا كمصر، إحنا كمصريين، مالنا إحنا ومال روسيا وأوكرانيا ووصلوا للحرب بالشكل ده؟ إحنا ذنبنا إيه نتضرر بيها زي ما كل شعوب العالم تضرر؟ الحوكمة يا فندم، الحوكمة هي دي المشكلة. والعولمة هذه المشكلة، هذه التعبيرات اللي جات لنا من برا خلاص، كله بقت ذات أواني المستطرقة. ده بيأثر على الاحتكام إلى القانون الدولي في مثل هذه الأمور، ده هو الحل الأسلم لكل الشعوب.
كل شوق. ما هو قصدي لو حطيت الزنقه دي بتاعت القانون الدولي. طب القانون الدولي ما هو هتقول لك روسيا انا قبل ده من حقي الاراضي دي بتاعتي. لا. لو هنتكلم بعد كده ما هو هنرجع لمين ولا لمين، وهندخل بقى في الصين الكبرى وتايوان. ما هي برضه الدنيا تشابكت بشكل كبير. بص حضرتك، مصالح الشعوب اهم من نعرات الحروب. مصلحه الشعوب هي الاساس. مين اللي بيتضرر في مثل هذه الامور الان؟ كل الشعوب على فكرة. أنا كشعب مصري ذنبي إيه هتضرر بحرب الروسية الأوكرانية؟ أنا مالي؟ دي مسألة في منتهى الخطورة على فكرة. لابد من تفعيل القوانين الدولية لوقف مثل هذه المهازل. ده وجهة نظري الشخصية. ماشي.